اخبركم يا شباب، معاكم محمد جمال من قناه العميد، وحلقه جديده النهارده في لعبه يورو تراك سيميليتر 2. في البدايه لو انت جديد ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، مسوس صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب قلبك يطيب. من شويه كلمتني شركه وقالت يا عم ميدو تعالى بسرعه معانا وينش او لانش بوليسي، عاوزين نقوله ان المدينه اللي احنا فيها دي اللي انا ناسي اسمها لمدينه ثانيه انا برضو ناسي اسمها، مش مهم يعني. المهم احنا دلوقتي في دوله اوروبيه والدنيا دي كلها، في منكم كتير قال يا عم ميدو انت ليه ما بتغيرش العربيه الفولفو، يعني في عربيات اقوى واحلى منها بكتير. انا الصراحه شباب انا حب العربية الفولفو جدا جدا جدا، خاصة في حاجة رهيبة ان شاء الله هتحصل الحلقة الجاية، ما اعرفش بصراحة انزلها امتى، بس ساعتها هتعرفوا قوة الفولفو وانا ليه بعزها وبحبها جدا، خاصة النوع اللي احنا شدينا بيه المقطورة العملاقة ده نوع اساسا غير مؤهل ان هو يشد المقطورات دي ومع ذلك شدها. طب واحد يقول لي انت ايه اللي محببك الفولفو؟ الداخليه بتاعتها رهيبه، ومش بس كده، عارفين الاعلان بتاع المينا اللي كان نزل لها من فتره كده، اللي هي لما كان شد مش عارف 20 كونتينر او حاجه زي كده، ده اللي حببني فيها اكتر، يعني اللي هو لا خلاص يا جدعان الفولفو دي حياتي كلها، فانا ما اقدرش الصراحه استغنى عنها. احنا دلوقتي في المانيا، هنطلع من هذا المكان في المانيا اللي هو الى سودا جرجريت. الحموله دي 15 طن، ناخد عليها 28000 يورو، يعني ده مبلغ الحموله اصلا ولا ده الفلوس اللي احنا ناخدها اصلا؟ لو مبلغ الحموله يبقى احسن لهم يروح يشتروا الحموله هناك احسن. بس شايفين المركب عامل ازاي؟ وايه ايه المركب الغريب ده؟ مركب بوليسي ده ولا ايه؟ هما اللي بيقولوا مركب بوليسي، ما اعرفش شكله غريب جدا. انا عارف، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، وخلونا ننطلق. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله توكلنا عليك يا رب. خلينا بس نشوف وضع الكاوتشات اللي هنا اللي ورا دي، بتحود معايا على طول ولا بتحود على الواسع؟ خلينا نحود كده، ندي تحويده، يعني ما بتحودش على الواسع، بتحود على الضيق، يعني ماشيه مع رجلي. طب كويس، زي الفل كده، وبسم الله بسم الله بسم الله نبدا ننطلق. خلينا بقى نشوف هنعرف نطلعها من هنا ولا لا. يعني انتوا متخيلين مركب ماشي؟ عدي يا كبير، عدي يا عم بقى، بطل ذكاء، عدي يا عم، خليهم يعدوا يا عم الناس دي. يا اخي في هنا كميه ذكاء مش طبيعيه. انتوا شايفين ان انا معايا حموله كبيره وطالع بعربيه زي دي؟ انجز يابا انجز، يا نهار ابيض على السواقين. بس بقى انت اقعد بقى ساكت، انت ما تزهقناش انت بقى. طب انا ازاي اصلا هلف بيها اللفه دي؟ يا ليله بيضه، معقوله هتلف؟ اه والله، ده المقطوره اللي ورا مساعده جدا كمان. واو، ولفيت كمان من غير ما ابص ورا على المقطوره. واو يا جدعان، ده انا بقيت سواق جامد. افتح يا عم الازاز ده، الدنيا ساقعه، اقفل الازاز تاني. بس هل تتوقعوا 15 طن يقلبوا العربيه؟ يعني قصدي لو احنا مثلا ماشيين بسرعه وحودنا، تتوقعوا ان هم يقلبونا ولا نمشي عادي طبيعي؟ بس انا حاسس العربيه بتميل قوي. 15 طن يا عم ميدو، انت مستهيف 15 طن؟ اصل انا عايز اقول لكم الحموله اللي انا شددها، يعني انا بصراحه مش عايز احرقها عليكم لما تيجي، بس هي معديه ال 200 طن. فكنا شدينا بالعربيه الفولفو دي. هو بدات احس ان بقيه المقطورات الثانيه او بقيه الحاجات الثانيه بشدها اصلا، يعني لا تذكر يعني مقارنه باللي حصل من شويه. واحد فيكم يقول له يا عم ميدو يعني انت ليه مثلا ما نزلتش الحلقه وكده؟ لان انا قعدت ساعتين ونص في الحلقه، فبالك بقى المونتاج بتاع الحلقه هيطول خالص، خاصه ان احنا الايام دي بدانا ننزل في اليوم 3 فيديوهات، فيديو على القناه دي وفيديوهين على القناه الثانيه لعم ميدو شورتس. وان شاء الله لما القناه دي تبدا تشتغل وتفعل الربح، ساعتها هنبدا ننزل فيديوهين هنا وفيديوهين هنا. فانا لقيت وقت المونتاج هيطول جامد معانا، يعني تخيل ساعتين ونص ثلاثه انا قاعد اظبط بقى في البتاعه والعربيه وهنطلع من هنا ازاي والكلام ده كله، وانا عارف انتوا بتحبوا الحاجه دي، فما ينفعش ان انا اعملها لكم مونتاج سريع كده، فاهم؟ لا، لازم اظبط لكم المونتاج ويبقى 100 100. عاوز برضه اسالكوا سؤال برضو، ايه رايكم في الجرافيك؟ حسيتوه متحسن شويه عن الفيديوهات اللي فاتت ولا لا؟ لان انا عندي مشكله ان كارت الشاشه عندي 2 جيجا، ايوه لسه ما غيرتوش، فممكن يجي في رمضان، ما اعرفش بقى في اول رمضان في نص رمضان، انا لسه ما اعرفش الصراحه، بس اتمنى ان هو يجي في اول رمضان علشان في سلاسل مهوله وحاجات خرافيه بصراحه عايز اقدمها وعايز انزلها، بس محتاجه طبعا امكانيات، وطبعا الامكانيات اللي عندي لازم لها كارت شاشه عشان نقدر نشغل الالعاب بدون لاج، لان هم بيعملوا حاجه اسمها عنق زجاجه. عنق زجاجه ده ايه؟ انت مثلا تكون جايب مثلا كارت شاشه قوي على جهاز ضعيف، هتلاقي ان الدنيا بتقطع معاك، ولو شلت كارت الشاشه القوي وحطيت كارت شاشه قديم هتلاقي نفس اللعبه شغاله يعني شغاله كويس والجرافيك بتاعها عادي، بينما لما تحط كارت الشاشه الحديث تلاحظ ان اللعبه بتقطع، فده اسمه عنق زجاجه. وكذلك برضو العكس، لو انت مثلا جاب كارت شاشه قديم حطه على تجميعه قويه زي التقطيع اللي بيحصل دلوقتي ده، شايفين التقطيع ده؟ ما هو ده برضو بسبب كارت الشاشه، ان في بعض الاماكن هنا في اللعبه محتاجه رندره كتير، فالبروسيسور بيرندرها بس كارت الشاشه ما بيلحقش، لان كارت الشاشه قدره الاستيعاب عنده ضعيفه مش قويه في نفس قوه البروسيسور،
فهي الفكره في كده برضو. فانتوا متخيلين في محاكي الشاحنات؟ طبعا واحد يقول لي يا عم ميدو ما هو ممكن يكون بسبب الجرافيك اللي انت رفعته. ايوه ما هو بسبب الجرافيك اللي انا رفعته، بس انا عايز اشوف يعني شكل كويس في المونتاج، يعني ممكن اقللها شويه وهيبقى في سلاسه والدنيا حلوه، بس في نفس الوقت الجوده مش هتبقى كويسه. فانا بتكلم في النقطه دي. هحكي لكم النهارده قصه خرافيه جدا. كان في واحد متجوز اتنين، واحده جايب منها اربع اولاد ودول الكبار، دي اللي هي الاولى، والتانيه اتجوزها وجاب منها ود وبنت. الواد طلع مجنون والبنت طلعت ايه، عقله كده وراسيه ولذيذه كده وعسوله. ايه اللي بيحصل دلوقتي ده؟ ايه قله الادب دي؟ خلينا احترم الراجل ده وخليه يعدي. تسلم يا قلب، اتفضل. اوه ده في حادث هنا شنيع، يا نهار ابيض. طب ما كده هيطولوا علينا المسافات. طب بقول لك ايه، احنا مصريين ها ودماغنا شغاله تمام، انا ايه اللي يخليني الف اللفه دي مع ان هي عند بنزيما عم يدت لف وترجع؟ لا 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 ما بعترفش انا بالكلام ده، خلينا كده انا احاول الف. بس انت على فكره محوط بدري قوي يا عم ميدو، يعني انت كده ممكن تبوظ الدنيا. اه والله ممكن ابوظ الدنيا، تصدق يعني دلوقتي خلاص انا بقيت مظبوط. شايفين موقف الطريقه دي؟ انت مثلا ممكن تنزل كده في الرمله تحت او في الخضره عندهم، احنا طبعا عندنا رمله هم عندهم حاجه تانية. يا نهار ابيض يا عم ميدو، انت شكلك زنقت نفسك وبقى شكلك وحش. ايوه هننزل كده وبعد كده نمشي كده في طريق مستقيم، طبعا مفيش اي شرطه ورانا دلوقتي. يابا المصري معروف بجبروته، يابا المصري معروف انت ظابط الشرطه هنا. معلش يا باشا والله العربيه بس هي اللي غرزت بيا، وانا هفضل واقف لما ده كله يعدي؟ يا نهار ابيض. ايوه اكسكيوز مي، يعني انت وهو بس بعد اذنكم كده. يلا يا بابا انت وهو، يلا يلا يلا. انا لسه هنقعد نلف حوالين نفسنا ونخلص بنزيننا على الفاضي. انا اسف جدا لحضرتك يا فندم، انا اسف جدا ما قصدتش والله. ايوه تمام يا عم، اللي خليني اقعد الف حوالين نفسي وارجع واروح واجي يا عم. طنش شغل دماغك، ناقصين شغل الهبل ده. اهو طلعنا وكله تمام وكملنا. وبعدين انتوا يعني الطياره يعني لازم تنزل تقف في العرض يعني؟ طب ما تقف في الطول زي الناس وتوسعوا لنا حاره نمشي فيها، ده انتوا ناس غريبه. بيقول لي يو شود انلوكد ذس البطيخ، يا رب اكون فكيته. ايوه لان احنا لازم نفك الانلوك ده علشان الدفع الرباعي او الدفع اللي هو الزياده بحمل على الماتور، فبالتالي بيخلي البنزين يستهلك زياده. خلينا نرجع لقصتنا. زي ما انا قلت لكم، الاولى مخلف منها اربع اولاد ودول كبار ما شاء الله، كبار يعني ومتجوزين ومخلفين، والثانيه دي جايب منها واد مجنون او يعني عقله على قده، عقله مذهوب يعني احنا عندنا بنقول عليها، بس هو مجنون. وبنوته يعني قول مثلا دلوقتي في القصه دي واحنا بنحكيها، البنوته دي عندها تقريبا يعني خلاص داخله الكليه، اولى كليه خلاص. بس المشكله في حاجه دلوقتي، ان الاب مات والام ماتت، الواد والبنت دول قاعدين مع ستهم ام امهم. البنت طبعا المصاريف على قد ومفيش فلوس وكده، واخواتها التانيين اللي ما عندهمش دم ولا سائلين فيها ومطنشينها. ودي يا جماعه مشكله كبيره. عايز اقول لكم على حاجه، انت لو ليك اب متجوز اتنين وليك اخوات من التانيه، فانت اخواتك دي لو انت الكبير لازم تاخد بالك منهم، لان هم اصلا اخواتك، يعني انت نفس الدم، وما فيش اخ بخون اخوه، لازم تكونوا عارفين ده كويس، الا اذا واحد بقى ما عندوش ضمير. الاخوات دول ولا سائلين في البنت ومطنشينها. البنت دي في يوم كان نفسها تشتغل، يعني المصاريف اللي جايه على قد وما فيش، واخوها طبعا مجنون ما مش دريان بالدنيا وعايش في حاله يعني. طب وبعدين انا عايز اشتغل، عايز ادخل الكليه، الكلام ده كله. فبتقول لستها انا هشوف لي شغل. فقالت لها يا بنت انت لسه صغيره ومالكيش في الدنيا وما تروحيش وما تعمليش ولا الكلام ده كله. قالت لا انا عايز اشتغل. قالت لها خلاص يا بنت ربنا معاكي، بس خلي بالك العيشه بره او هي حياه الشغل وكده انت مش هتقدري تعيشيها، يعني هي لسه صغيره ما شافتش الدنيا، فاول ما تطلع تشوف شغل ودنيا صعبه. فقالت لها لا انا هشوف. المهم واحده صاحبتها اتصلت عليها قالت لها انت عايز تشتغلي في مصنع وما اعرفش ايه والكلام ده كله، تعالي. فالبنت بقى فرحت، قالت ماشي، ولبست احلى حاجه عندها بقى وتشيكت وبقت ايه مفيش منها اتنين. صاحبتها عدت عليها وراحوا مع بعض عادي يتمشوا واستنوا في المكان اللي بيركب فيه الموظفين. جه المدير اخدهم بالعربيه بتاعته وهم ماشيين، وصاحبتها قالت للمدير معلش نزلني هنا وكملوا المصنع وانا هحصلكوا. قال لها طيب ما تتاخريش عشان المصنع والكلام ده كله. انتوا عمركم شفتوا مدير بياخد موظفين معاه في العربيه؟ عمركم شفتوا الكلام ده كله؟ خاصة مدير بقى بتمنظر بقى وساعات ودنيا وعربيات، ما اعتقدش الكلام ده كله. يا نهار ابيض، في برضه حتى هنا صيانة في الطرق يا جدعان، ده مش صيانة ده حوادث، ربنا يستر. ده في كمية حوادث. اوه
يا ربنا يسترها عليك يا برو. يا نهار ابيض، الشحنه بتاعته ولعت والله، الله يكون في عونه. عايز اسالكوا سؤال برضو، خاصه الناس اللي بتفهم في موضوع العربيات النقل وكده. نفترض دلوقتي ان في شحنه مثلا لا قدر الله مثلا حصل لها حادث ولعت منها فيها، يعني على حسب المشكله اللي حصلت، مين اللي بتحمل التعويضات، انت ولا الشركه ولا ما فيش مثلا؟ يعني مثلا يقول لك لا خلاص ما فيش تعويضات عليك، الحمد لله على سلامتك، الكلام ده كله ده انا ما اتوقعوش صراحه في مصر. يعني نفترض انه انت فعلا حصل معاك الحوار ده، ايه اللي بيحصل؟ شفت انت الحوادث اللي بتيجي على النت دي اللي بتلاقيه مثلا ماشي معدي من تحت كوبري ومره واحده الشيط النص اللي فوق كله اتشال، اما مثلا كاوتش فرقع منه او اي حاجه حصلت خلته يلبس في عمه، المهم الشحنه اللي معاه بتتدمر، تقع على الارض بقى، تتنشر اي حاجه. مش شرط سواقين النقل، عموما السواقين اللي بنقولهم مثلا حاجات من مكان لمكان، يعني التعويضات دي بتكون على الاثنين ولا على عليك انت لوحدك ولا على الشركه ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يا ريت تفهم. معلش انا برضو بحب اسال في الحاجات دي كتير لانه انا عندي حب استطلاع للكلام ده كله. وفي حد قال انت فكرك يا عم ميدو ان سواقه العربيه النقل على قد السواقه والسفر وتتفسح وكده، بس هي مش الفكره في كده، الفكره ان انت وراك هم ان انت المفروض توصل الحموله دي في قد ايه، لو اتاخرت ايه اللي هيحصل، وبتشيل هم طبعا الطريق ومش عارف مصاريف ايه وايه، حاجات كده كتير قوي في بعض. انا ما اتوقعش الحاجات دي تحصل في شوارع زي اوروبا. المهم البنت اللي كان راكبه نزلت اللي هي صاحبتها، والمدير خد البنت ومشي، وهو ماشي بيقول لها بقول لك ايه انزلي اركبي جنبي، فبتقول له لا انا قاعده هنا ورا كويس. طبعا البنت محترمه جدا وفي حالها ومالهاش دعوه ولا شاف الدنيا ولا الكلام ده كله، قال بس تعالي اصل ما ينفعش يعني مدير والناس تقول عليا ان انا سواق مش مدير والكلام ده كله، فاقتنعت بكلامه وطلعت قعدت جنبه. قعد بقى يتكلم معاها شويه ويدردش يعني يعرف عنها معلومات اكتر، وحكيت له قالت له والله انا من عيله بسيطه وانا طالع اشتغل عشان بصرف على جدتي واخويا، واخويا مجنون والكلام ده كله اللي هو التعارف السطحيه ده اللي انتوا عارفينها دي. لاحظت ان هو غير طريقه من على خط سريع زي اللي احنا ماشيين عليه ده لخط صحراوي، فبتقول له احنا رايحين فين؟ هي خافت، قال لها ما تخافيش احنا المصنع بتاعنا في المكان ده. فهي خايفه منه، لقيت الطريق مطول يعني بقى لهم يمكن نص ساعه ماشيين، تقول له نزلني لو سمحت، فبقول لها استني بس، وراح حط ايده عليه. قعد تزعق له انت بتعمل ايه وتخبط فيه ومش عارف ايه، والحرب اشتغلت، راح وقف العربيه مسك البنت ضربها علقه وعمل اللي عمله وسابها في الشارع ومشي. البنت تسكت؟ لا، صاحبتها اتعمل فيها نفس الكلام، بس هو كان بيهددها، قال لها انت لو فكرتي ان انت تعملي حاجه صورك يا ام صورك وهروح افضحك في الدنيا كلها. وعلى فكره ده برضو اللي عمله مع البنت الثانيه اللي هي اللي احنا بنحكي قصتها دلوقتي. بس البنت دي بعد ما صورها ومش عارف ايه وهددها، راحت على طول على مدير الحي او شيخ القبيله الموجود في المكان ده، حكيت له الموضوع من طقطق لسلام عليكم. طبعا تخيلوا بقى شيخ القبيله يقول لها ايه، طب وليه مثلا مش انت اللي تكوني راميه بلاكي عليه، ليه ما اعرفش ايه كلام كده، يعني اللي هو ازاي يا جدعان انت، يعني البنت جايه تشتكي وانت تقولي ممكن تكون انت اللي راميه بلاكي عليه؟ طيب ماشي نفترض يا سيدي هي رميه بلاها عليه، ما هو حصل برضو اللي حصل، انت مش شايف مثلا ان هي مضروبه ومتبهدله والكلام ده كله؟ لا ده يقول لها والله احنا ما اعرفش ايه. مصدومه بالكلام، ازاي شيخ قبيله وانا زي بنته ويقول الكلام ده عليا وما اعرفش ايه والكلام ده كله. المهم الموضوع يعني سكت عليه يعني وكده. طبعا البنت لسه ما سكتتش، لسه الموضوع في بالها، راحت مبلغه الشرطه، جه البوليس اخذ الراجل. طبعا عايز اقول لكم على حاجه، الشرطه ما بيمشيش عليها موضوع والله انا ما عملتش حاجه وادي الدليل ما عندهاش الكلام ده كله. رجاله الشرطه ليها خبره وليها حاجات كده تركات معينه، بتعرف اللي قدامها كذاب ولا مش كذاب، وبتتعامل معاه بطرق معينه بحيث ان هي تخليه يعترف. هو ده اللي حصل مع اخينا ومع ذلك برضه ما اعترفش. فراحت قايله البنت دي ان صاحبتها هي اللي قايله لها على موضوع الراجل ده ومصنع وما اعرفش ايه والكلام ده كله، فراحوا جايبين صاحبتها. صاحبتها اول ما مسكوها وشافت صاحبتها الثانيه في الاسم اعترفت بكل حاجه، قالت عمل فيا كذا وكذا، طلع عينيا وما اعرفش ايه والكلام ده كله، وهددني بصور. وبالفعل الشرطه فتحت الموبايل لقت الصور، وراحوا ماسكين الراجل سجنينه 7 سنين والبنت 3 سنين عشان ساعدته في الجريمه دي. جم بقى الناس كلها يتحايلوا على شيخ القبيله عشان يخلي البنت تتنازل وهندي لكم تعويضات كبيره وما اعرفش ايه والكلام ده كله، والبنت ابدا. تخيلوا بقى اخواتها راحوا متصلين عليها قالوا لهم الامر 1 2 3 وما اعرفش ايه والكلام ده كله، قال لهم لا احنا مش هنتنازل وما اعرفش ايه، فراحوا دافعين لهم فلوس، دافعين لهم فلوس كتير يعني يمكن مثلا 4 5 مليون، انتوا متخيلين؟ وفي الاخر اخواتها اتنازلوا لما شافوا الفلوس، طبعا مع انهم اتزغلت فلوس، مش قلت لكم اخواتها ما عندهمش دم؟ وفي الاخر يا معلم خد الفلوس ورموا اختهم واخوهم المجنون ولا سالوا فيهم، ولا فكروا مثلا يدخلوا اخوهم مصحه ولا الكلام ده كله، على طول تخلوا عنهم. في حد فيكم قال لي سوق من جوه يا عم ميدو كده عشان تعيش الواقعيه؟ وماله، خلينا نجيب من جوه، انا ما عنديش مانع، خلينا بس نظهر المرايات اللي هنا
عشان نقدر نشوف اليمين والشمال كويس. انا ممكن مثلا اخلي المرايه الشمال بس كده، طبعا هي متداري عشان اللوجو. بسم الله الرحمن الرحيم، والله صدقوا من جوه متعه. بسم الله بسم الله بسم الله يا مسهل حاجه، بس من جوه تحس ان الايه المسافه كبيره. صدقوا بسم الله الرحمن الرحيم، يا مسهل حاجه يا مسهل حال. انا مركز على المرايه اليمين بس، مش مركز، قصدي مركز على المرايه الشمال مش مركز على اليمين. هو ليه القطر ده ملوش كاوتشات، ولا ده قطر مختلف عن اللي عندنا؟ اللعبه بتقول لي يا عم خلص يا عم اركن العربيه وما تزهقناش، انا هركنها لك. اوكي مشيناها في 5 ساعات، استهلكنا 157 لتر. ليه واحنا ماشيين فين بالظبط كده؟ شباب نكون وصلنا الحلقه. لو عجبك المقطع ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم على خير، سلام. Hello everyone, my name is Mido. اشترك في قناتي انت يا عم، ولو ما اشتركتش دلوقتي تخلينا نشعر بالهم. الهم والغم دول بقوا اختصاصاتي، فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديوهاتي.